اما جيت النادي الاهلي كان معاه مجموعه من اللعيبه تتعلم منها يعني ايه روح الانتصار بجد والله العظيم. ما انت لو جاي في مدرسه بتخسر او تضحك عادي تلعب تقسيمه بيموتوا بعض وغرز. لا وكابتن حسام وكابتن ابراهيم دول قصه ثانيه اصلا. ما انا بيلعبوا طاوله ما بيخلوش يخسروا. المهم كابتن حسام وكابتن ابراهيم كانوا موجودين، كنت انا في الغرفه دايما مع كابتن ابراهيم سواء في المنتخب او في النادي، فشفت كل حاجه وشخصيته دارسها كويس جدا وبتاع. وكابتن حسام وكده في اول سفريه لينا كانت في المغرب فسالني سؤال قال لي انت بتنام بدري؟ فقلت له لا 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 انا بسهر وانا اصلا بنام بدري جدا فاهم. قلت له لا لا كابتن انا سائل طبعا عارف الشخصيه اللي قدامي بتسالني ليه وبيقول لي. قلت له لا 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 انا معاك لغايه اي وقت يا كابتن. اول ما وصلنا من السفريه كنا في المغرب غصب عني السفر والشنط، اللعيب زمان في النادي الاهلي عشان الجماهير تبقى عارفه كانوا اصغر خمسه يشيلوا شنط اللعيبه كلها في المطار، تدخل في الطابور كده تحطها وبعد كده لما تنزل في المطار المغرب تشيلها وتحطها، كان اصغر خمسه قبل ما يسافر معانا العمال دلوقتي فروحنا المغرب طبعا انت شيل الشنط. كنت انا بقى ومش فاكر اصغر خمسه لعيبه كانوا مين وموت يعني. فطلعنا الغرفه لسه بقى انت انا قاعد بس كده، فاستنيت فضلت واقف لغايه لما يختار انا والسرير غاب شويه فضلت واقف فدخل على السرير اللي مش جنب الحيطه اوكي. فانا غصب عني بعمل كده في فضل ساعتين على العشاء فعملت كده لقيت والله العظيم بوكس في وشي. انت بتنام؟ قلت له لا انا صاحي. قال لي ما انت نايم بتكذب ليه؟ قلت له انا صاحي وانا نمت فعلا من التعب. المهم نزلنا هحكيها زي ما حصلت بالظبط صراحه. نزلنا العشاء وطالعين صلي قلت له طبعا الحمد لله طب بتحط السجاده. دخلت اتوضى فنزلت نقطتين ميه لقيت حد اداني في كتفي ضربه جامده جدا، نقطتين ميه نزلوا غصب عنك انت بتضغط. قال لي انت ما عندكش حمام في البيت؟ بص بصيت قلت له كابتن دي نقطه. قال لي لا ولا ما تنزلش النقطه. المهم ايه قعدنا شويه نهزر وبتاع ومشي ساب الاوضه راح للكابتن حسام حسن الاوضه ورجع بعد تقريبا تلت ساعه او نص ساعه اوضته كانت جنبين. فانا قاعد لوحدي بكلم نفسي عمال اكلم دي نقطه انا عملت ايه غلط؟ دي نقطة مية ايه المشكلة؟ فمش عمل مشكلة معايا ليه؟ يعني وبيقول لي عندك حمام في بيتك. انا بكلم نفسي ما اقدرش اقول كده قدام. المهم ايه وانا بتمشى في الطرقة بكلم نفسي ببص هو دخل اتوضى بعديها فلقيت لك ايه؟ قلت رحت مكلم لعيب كورة بقى قلت له حكيت له الموقف قلت له ده انا معدي لقيت لما دخل اتوضى الكابتن ابراهيم فلقيت بحيرة مية عايز اجيب بط فيها يمشي جوه. قلت له ضربني جامد ليه؟ لا بس هما اتنين بس بص عايز اقول لك على حاجه شخصيات فريده يعني اسلوبهم وطريقتهم في الكوره في لعيبه انا اتكلم على اللي انا شفته في ناس اما تحاشرها فيها روح الفانيلا اللي بتتقال عليها الحقيقيه بتاعه النادي الاهلي ثابت الكابتن ثابت البطل الله يرحمه انضباط وقت الجد جد. ولذا اقول لك الحاجه الناس بتقول هو قوي من اطيب الشخصيات اللي ممكن تعملها في حياتك بيعلمك ازاي تحب النادي الاهلي. تروح لحسام وابراهيم لما كانوا في النادي الاهلي وكابتن حسام وكابتن ابراهيم لما حضرتهم في النادي الاهلي قتال على الفوز مفيش حاجه اسمها هزيمه في حياتك دي تحترم ده بيتقال بانه اسلوب ممكن ما يعجبكش لكن في الاول وفي الاخر تحترم الفكر رغم ان ممكن انت تبقى متضايق من بعض التصرفات انا بكلمك بصراحه لكن في الاول وفي الاخر تحترم اللي انت الفوز ده بيأثر على الناس يخلي الناس فرحانه فبالتالي تتعلم منه وغيره وغيره من اجيال كتير داخل النادي الاهلي.